السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والمصايد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. النهاردة طلعت الصبح زي ما قلت لحضراتكم، ساعات بتروح عليا نومة بعد الفجر، ما بقدرش أكمل بسهر، ببقى شغال على النت على القناة، فاعذروني. كل مدى كده بيكون فيه مقطع زي كده المصيدة بتصطاد، ولكن للأسف ما بكونش صورت الطيور وهي بتدخل المصيدة. طبعا هي مسكت جوز يمام مع بعض اهمت المصيدة اللي انا مخترعها ديت افضل مصيدة بصراحة شفتها، وافضل مصيدة شغالة معانا. جبنا مصيدة من سوق السيدة عائشة اللي هي ديت اللي على الارض دي، كام مصيدة هناك هم مش شغالين ربع المصيدة دي، وعملنا مصايد من على اليوتيوب اللي هي بقفص طماطم او عداية طماطم. وطلعت دلوقتي لقيت المصيدة ماسكة اتنين، ادي واحدة في العين دي. طبعا المقطع ده لو كنا صورناه كان هيبقى مقطع جميل من ضمن المقاطع الجميلة اللي عندنا على القناة، ولكن للأسف فاعذروني في ذلك. والتانية هي التانية لسه زغلولة صغيرة في العين التانية اهي، الريش الأصفر لسه موجود فيها، هوريها لكم دلوقتي. والشبكة الهوائية معانا هي ماسكة طائر تقريبا اسمها الفسيفساء أو المفسية، بيقولوا عليها مفسية عندنا في الأرياف، وماسكة عصفورة بلدي، وبتمسك برضو يمام وحمام وبلشون أبو وردان وكروان وهداهد وصياد سمك. هنسلك بس العصفور ده الأول علشان ما بتستحملش العصافير. والشبكة دي موجودة يا جماعة، في ناس كتيرة سألتني عنها وما كنتش لاقيها، وقعدنا ندور عليها، وربنا كرمنا بصديق من الاصدقاء يتواصل معانا، يعني ننسب الفضل لاهله. الصديق ده قال لنا ان الشبكة دي موجودة في اوليكس، ده موقع بيع وشراء. معلش انا بحاول اطلع بس لقطة صغيرة كده علشان اليوتيوب بنفعل الربح على القناة، ولو اني لسه قايم من النوم، بس انا مش من الناس اللي بتهتم بالمظهر لدرجة 100%، يعني هو من الدين الواحد يهتم بمظهره، بس ساعات بتبقى في ظروف زي كده. لقاها في موقع اوليكس، في ناس بتبيعها تقريبا في القاهرة، استاذ ايهاب، فتواصل مع الاستاذ ايهاب. الاستاذ ايهاب اداله الصفحة بتاعته على الفيسبوك اسمها مملكة الطيور البرية، هتبحثوا على الفيسبوك وتكتبوا مملكة الطيور البرية هتلاقوا اول صفحة مرسوم عليها تاج ابيض واسود كده، تاج اسمر تقريبا، هتدخلوا فيها هتلاقوا مقاطع فيديو، للشبكة وهي بتصطاد صقور وبتصطاد حاجات زي كده يعني كدعاية. تمام، البيبان طبعا كنا بننساها، كانت بتعلق على الحرف هنا، فقصناها قص مايل كده هنا، زاوية كده وزاوية كده، زاوية كده يعني زاوية هنا وزاوية هنا، بحيث انها متعلقش. الطائر اهوت زي ما قلت لكم، في بعض الريش الاصفر زغلولاه لسه دي. تمام، فهتدخلوا على الصفحة على الفيسبوك علشان ما ننتهوش عن موضوعنا، هتلاقوا في ارقام الاستاذ ايهاب، رقمين تقريبا، تتواصلوا معاه واتساب او تتصلوا بيه. واللي عاوز برضو الارقام لو مش عارف يجيبها او مش عارف يوصل، هتلاقوا الارقام بتاعتي انا في الوصف بتاع القناة. تمام، في الاول
تواصلوا معايا على 010 عليه واتساب، هتلاقوا كل حاجة أنا سايبها لكم، نسخت حاجات كده من على الصفحة في الفيسبوك وحطيتها لكم في الوصف بتاع المقاطع اللي هي عليها شرح للشبكة. أي مقطع هنحطه، بس نستأذنكم مع زمايلي، ولو إن المفروض أجيب التاني. أي مقطع هتلاقوه على القناة في الشبكة، تدخل في الوصف هتلاقي فيه التفاصيل كاملة عن الشبكة الهوائية. تمام، واعذرونا في التصوير لو ما كانش جيد قوي، مش بإيدينا. نجيب هنا برضو قصين بتاع من الجنب اهو الباب. عشان كان بينزل يقف على الحرف هنا ويعلق ونسيب الباب مفتوح. والطائر يدخل المصيدة وتقفل عليه، ولكن ممكن يطلع منين؟ هو ما حصلتش قبل كده، ولكن ممكن يطلع من المصيدة. فزي ما انتم شايفين يا حضرات، جوز يمامة همت واحدة زغلولاية وواحدة ايه كبير، تقريبا كانوا جايين مع بعض. في ناس كتيرة بسم الله ما شاء الله عملت مصيادة زي ديت، بس عين واحدة واصطادت يمام وقفشت يمام. ابو مهند صديق لينا على القناة تواصل معايا ووريهم لي، وعمل برضو مصيادة اللي هي الهرم النايم على جنبه والهرم المقلوب على جنبه، دي عملها بقى الامكانيات وبعت لي اليوم مقاطع فيديو. ان شاء الله انزلهم لكم، خليكم معايا كده هدمجهم لكم في المقطع ده. طبعا انا استأذنته ابو نوده وقال لي نزلهم مفيش مشكله. ادي واحده اللي هي شكل المصيده بتاعت اللي فوق ديت، عين واحده وقفشت يمامايه او مسكت يمامي، وبعدها على طول اللي هي المثلث او الهرم المقلوب على جنبه دي. عند الاستاذ محمد بقى الناحية اليمين دي ثابتة، بس انا عاملها هنا متحركة برضو. لو تشوف كده في لاحظ استك فلوس يا دوب مشبطها عشان ما تقعش على الارض. الناحية التانية برضو موصولة الحلقة متوصلها بسلك صلب، السلك شايل الباب. من صغر حجمها الباب مشبطه بمسمارين يا دوب لامسين الباب على وز ناحيتين، حاجة سنادة بس كده عشان الخشب رفيع. الخشب ده معمول من جريد النخل الرفيع جدا ملزوق بغير أبيض، حتة أبلكاشة. ممكن لو عايز الباب يقفل أسرع تربط أستك فلوس هنا برضو من هنا للباب. المصيدة دي على قناة الأستاذ محمد ولقيتها على النت، هي أبعادها 30 سنتي طول في 20 سنتي عرض.
تلمس العصاية تقفل. لسه قفشاها. شفتها؟ وهي بتتقفش؟ لا. وصيادة القفص طلعت لقيتها ماسكة غراب، أول مرة تمسك غراب، مع إنه حذر جدا. الواد نودة ده عامل بقى ده الباب، وحاطط له مسمار قلاوص حديد عشان يتقله، وبين الباب والأكالة بتاعت العصافير عصاية. عصفور هيخش من هنا، حاطط له شوية رز، هيجي يطير يقف على العصاية تقع يقفل الباب. انا شفته ماسك بيها عصفورة واحدة لغاية دلوقتي. الصيادة دي زي اللي كانت على النت، الصيادة بسيطة لكن شكلها فعالة يعني. المفروض دي حرة من 9 يقفل، متهيألي الباب عايز يبقى تقيل شوية عشان ينزل أسرع. شفتوا يا جماعة المصايد؟ وشفتوا اما الشخص بيكون عاوز يبدأ ويعمل مصايد، اقل حاجة ممكن تبدأ بيها اللي هي بعدية الطماطم دي، انا عامل مقطعين، واللي هو صندوق اللي هو قفص العصافير، التلاتة دولت اي حد يبدأ بيهم بسهولة خالص. دور عليهم على القناة في التحميلات، هتلاقي اول ما هتلاقي الصفحة، هتلاقي الصورة المصغرة بتاعت المقطع، نفس القفص ده وانا مشاور عليه كده، ده الشرح. فكرة سهلة وبسيطة جدا. وده برضو هتلاقوه ظاهر كده في الصورة المصغرة، وهتلاقوا ده برضو ظاهر في الصورة المصغرة. الصورة المصغرة عندي والعنوان، لا في صورة مصغرة مضللة ولا عنوان مضلل. اللي هتلاقيه مكتوب في العنوان هو اللي هتلاقيه في مقطع الفيديو ان شاء الله يعني. وبالنسبة للناس، في ناس بتسألني هي ازاي البوصة دي واقفة بالعرض ما بتنزلش، مستغربين من الفكرة، مش مستوعبينها. اللي مش مستوعب الفكرة يا جماعة يسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة، وعندنا مقاطع كتيرة فيها شرح للمصيدة بالكامل. اول مقطع في التحميلات انا حملته على القناة من حوالي سنة كده تقريبا، 11 شهر ولا حاجة. انا بقول لكم الكلام ده، احنا النهارده
29/2 مش عارف هو 29 المفروض يكون 28/2 ده 2020 تمام. اللي شايل البوصة دي اللي بالعرض علشان برضو الاخوة الجداد اللي معانا لو تلاحظوا لكم الناحية التانية عشان الشمس ضربة فيها. اللي شايلها وزن الباب تقل الباب، الباب مربوط فوق في البوصة اللي فوق، من فوق البوصة اللي فوق نازلة في الصندوق من هنا كده في خرمة اهو تمام، نازلة مصلبة على ايه؟ على البوصة اللي بالعرض. البوصة اللي بالعرض تحتها فاضي من هنا وتحتها فاضي من الناحية التانية اهو تمام. اللي شايل البوصة اللي بالعرض زي ما انتوا شايفين البوصة اللي نازلة من فوق، اللي نازلة من فوق الباب جابتة او شديدتها لقدام، نقول جابتة على رأي بتوع الاخوة بتوع بلدياتنا هنا في بلد جنبنا مش عايزين نقول بقى، فجذها لقدام او شدها لقدام. فبتبقى معلقة زي كده، مجرد الطائر ما بيدوس بتفوت البوصة اللي بالعرض بتفوت، الطائر طبعا بيدخل عشان ياكل بتفوت، بتتحدف ورا في الفتحة الطوال اللي ورا ديت، فالباب بما ان هو اللي شادد طالما البوصة فوتت اهو، طالما البوصة فوتت بينزل هبد زي ما شفتوا كده. جينا الصبح لقينا المصيطين ماسكين، يعني مش واحدة اتمسكت قفلت اللي جنبها، لا كل عين بتصطاد على حدة. فأرجوكم ادخلوا في المقاطع الفيديو اسمعوا وهتستفادوا احسن من البابجي واحسن من الحاجات التانية اللي ملهاش اي لازمة دي تمام. واللي عاوز برضه يسأل اي تعليق انا تحت امركم هرد عليكم، برد تقريبا يوميا ممكن في ساعتها، انا قاعد معظم الوقت على النت. وما تنسوش الدعم الكبير، اشتراك، تفعيل جرس، مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا واتساب فيسبوك انستجرام تويتر اي حاجة. والتفاعل على المقطع بلايك او ديزلايك او انلايك ده بيخلي الخوارزميات زي ما بنقول بتاعة اليوتيوب او جوجل بتعتبر ان المقطع الفيديو دوت عليه تفاعل، فتبدأ تظهره للناس، واي حد يبحث عن حاجة عن الطيور تبدأ تظهره فوق في محركات البحث مش السيرش. فدعمكم الكبير لينا بالحاجات دي. وما تنسوش برضو ما تنسناش بصالح دعائكم، واستودعكم الله.